بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. حلقة جديدة متنوعة بين أخبار الساعة في الاقتصاد وأحرص المستجدات. عندنا حوار مهم جدا النهاردة عن قطاع حقيقي نادرا لما بنتكلم عنه في البرنامج، لأنه قطاع مالي مهم ودقيق جدا، هو قطاع التأمين. النهاردة معانا ضيف فوق العادة، واحد أحد خبراء صناعة التأمين في مصر وصاحب تجارب ناجحة كتير. ضيفنا النهاردة الأستاذ خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة المهندس للتأمين، وزي ما قلنا أحد أبرز خبراء القطاع. هنتكلم عن صناعة التأمين وأهميتها وإزاي ننشرها بثقافتها بين الناس، ونتكلم عن تجربة المهندس التأمين كأقدم شركات القطاع. يمكن هنبدأ حلقتنا النهاردة بالموضوع الساعة، زيارة وفد صندوق النقد الدولي. أهم موضوعات على الساحة طبعا زيارة كريستالينا جورجيفا لمصر. كريستالينا أشادت بالاتحاق المصلحات وزيارة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، طبعا نتيجة للأزمات الجيوسياسية اللي شغالة حوالينا في المنطقة. وأكدت أن الصندوق رفع معدلات النمو المستهدفة لحوالي 4.5% العام القادم، وكمان هي طلبت مصر باستمرار الإدارة المرنة لأسعار الصرف، واللي وكدت أن المراجعة الرابعة اللي هي بكرة الثلاثة إن شاء الله يعني هيتم مراجعة الانتهاء منها، وأن التعاون طويل الأمد بين مصر والصندوق مستمر. عشان نعرف أكتر تفاصيل أكتر معنا على التليفون الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي. مساء الخير يا فندم. الخير يا سيدي، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور احمد، تقييم حضرتك ليه يعني مبدئيا قبل طبعا المراجعات لسه هتبدا بكره، لكن يعني قراءتك لزياره مديره الصندوق النقد الدولي لمصر؟ طبعا في البدايه انا حابب بس اعلق على نقطه مهمه جدا. هو طبعا السيده مدير عام الصندوق النقد الدولي هي لما جت وابتدت كلامها باشاداتها للاقتصاد المصري والتحركات اللي حصلت، خلينا بس ناكد على بعض الامور. اولا هو الاشاده دي ما جاتش من فراغ يا فندم. اولا انت الاقتصاد المصري سدد مديونيات من 168 مليار وصلنا ل 152 مليار، ده فيما يخص الدين الخارجي. تمام، بلس كمان احنا كان عندنا ارتفاع كبير قوي في معدلات التضخم، وصلنا كنا 40% وانخفض ل 26. حاليا في ارتفاع شويه في التضخم، وده نتيجه لان احنا بننفذ المطلوبات الخاصه بالصندوق ان احنا بنرفع الدعم عن المحروقات. تمام، دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه كمان اللي حابين ناكد عليها اكتر ان احنا عندنا الاحتياطي النقدي ارتفع، احنا بنقترب من 47 مليار. تمام، بس كمان النقطه الاخيره عشان يعني نقول ليه هم اصلا بيشيدوا، ان احنا بنحقق معدل نمو، وده اللي اكدت عليه السيده جورجينا، ومش السيده جورجينا في صندوق النقد بس، المؤسسات الدوليه في ظل التوترات الحاليه. اخيرا يا فندم، ومؤسسه فيتش يا فندم لما جت رجعت الاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني الخاص بي، رفعت التصنيف بتاع حضرتك من ماينس بي لبي. احنا بنتكلم في ماينس بي لبي، احنا اتحركنا درجه تمام لفوق، وده بيؤكد ان انت دلوقتي عند حضرتك نقطه مهمه جدا، وهي دي اللي عايزين ناكد عليها، ان انت عندك تدفقات نقديه تقدر تسدد ديونك. لان اي مؤسسه تمويل، مش هقول صندوق النقد، نعم، بيبص لحاجه مهمه جدا، حاجه اسمها probability of default اللي هي التعثر، احتماليه التعثر. انا احتماليه التعثر بتاعتي او مدى قدرتي على سداد الديون، انا بسدد دين. تمام، سدد الدين من 168 بقت 152. الدين كله بتاع صندوق النقد بنتكلم في حوالي اكتر من 13 مليار دولار. نعم، مقارنه بال 152 اللي هي كانت 168، فانا كده قدامي دليل قاطع بقول للصندوق انا قادر اسدد التزامات. جميل. ما يخص المراجعه بقى يا استاذ ايسر، وده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي وفقا طبعا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا بنتكلم في بعض الشروط. صندوق النقد من اول يوم وهو بيتكلم معانا بيقول ايه؟ انا بساعد مصر عشان اقلل معدلات التضخم. نعم، مش ده كان الاتفاق؟ ده كان الاتفاق صحيح. احنا دلوقتي اما اجي اتكلم في تقليل او تخفيف الاعباء الخاصه بالتضخم واحتوائه، انا بستخدم ادوات سياسه نقديه وعامل سياسه تشدديه، يبقى انا ملتزم اهو بالشروط. ادي واحد. اثنين، انا ابتديت ارفع دعم عن المحروقات، رفعت اهو دعم، بلس ان انا بتكلمني في ان انا اشرك القطاع الخاص، لسه اهو اخر حاجه حضرتك مدرك 30% من اسهم المصرف المتحد داخل البورصه. نعم،
وبالتالي انا ملتزم مع حضرتك بالاجنده، ولكن ان انا ابتدي بقى احرك اكتر سعر المحروقات، احنا قلنا في البدايه انت متفق معايا ان انا اقلل التضخم. تمام. صح؟ نعم. كده انا بزود التضخم يا فندم، وده اللي كان اثره باين لما رفعنا سعر المحروقات وشفنا ان في تحرك للتضخم خلال الاسعار كلها الماضيه. وبالتالي انا عشان احقق المطلوب مني حضرتك انا بتكلم في بعض الشروط اللي هاجل تنفيذها. طيب. زي تحريك سعر المحروقات. ايوه. كمان سعر الصرف اللي بنتكلم فيه، لان احنا سايبين عرض وطلب، واحنا شفنا. طب هل تتوقع حضرتك النتيجة للأحداث الجيوسياسية اللي حوالينا والتوترات والأزمات اللي بتعيشها مصر من 2020 من أيام كورونا لحد الآن، هيكون له يعني في اعتبارات وهم بيراجعوا المراجعة الرابعة أو ما سيتسفر عنه نتائج الزيارة؟ أكيد يا فندم هيأخذ ذلك في الاعتبار، لأن صندوق النقد لما اشتغل معايا في البرنامج ما كانش حاطط في اعتباراته إنه يحصل حرب موجودة في منطقة الشرق الأوسط زي ما احنا كلنا عارفين. الحرب دي نفسها أثرت على ايرادات قناه السويس، وبالتالي كمان على الرغم انها اثرت على ايرادات قناه السويس انا برضو ملتزم بسداد الدين الخارجي بتاعي، وبالتالي انا اللي بطلبه من الصندوق وده اللي انا شايفه حاليا يعني انه هنأجل بعض الشروط زي ما قلت لحضرتك، سعر المحروقات، تحريك لسعر الصرف، لان احنا اوريدي سايبينه لادوات العرض والطلب او لآلية العرض والطلب، وبالتالي انا شايف ان هيبقى في استجابه الفتره ديت في المراجعه الحاليه إن شاء الله. مع مصر، وان شاء الله ده ان شاء الله هيحصل. بلس كمان ان هيتم صرف الشريحه اللي مطلوبه بعد المراجعه على طول. جميل. دكتور احمد شوقي خبيرنا المصرفي، بنشكر حضرتك على مداخلتك معنا.